ناخد من حضراتكم بعض الأسئلة. اتفضل. مساء الخير. دولة الرئيس، فيما يتعلق بحديث حضرتك عن البرنامج مع صندوق النقد الدولي والمراجعات المقرر أن تجري بين الحكومة المصرية والصندوق خلال الزيارة المتوقعة لرئيس الصندوق، هناك جانب آخر من النقاشات حدثت خلال الفترة الماضية، وهي أنه إن كانت الدولة بتراجع ما سيتم من التزامات على المواطنين ممثلة في ارتفاعات الأسعار على بعض السلع أو الخدمات المقدمة لهم وصولا لها إلى مستوى الدعم المطلوب، لكن هناك جانب آخر بيتم الحديث عن ماذا ستقدم الدولة أيضا للتخفيف عن المواطنين فيما يتعلق بمزيد من برامج الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بموضوع الأجور للموظفين العاملين في الدولة، أو حتى ما يتعلق ببرنامج الحكومة الدعم النقدي الأكبر اللي هو برنامج تكافل وكرامة. هل الحكومة بصدد يعني إعطاء نوع من الزيادات للمواطنين في هذا البند أو لا؟ ومعلش أنا بنتهز فرصة وجود السيد الوزير معنا، حضرتك أشرت لموضوع أسدي قصر النيل، لكن كان في موضوع آخر بيحمل كثير من النقاشات خلال الفترة الماضية، هو الموضوع الخاص بالمقابر بتاعة الإمام الشافعي، والبعض قال إن هي بتتجاوز قيمتها كمقابر، وكان في سبق تشكيل لجنة بخصوص هذا الأمر، وكان السيد الرئيس كان وجه بإقامة مقابر الخالدين. عايزين حضرتك توضح لنا الحقيقة، لأنه البعض قال إنه هذه المنطقة تتجاوز قيمتها كمقابر ولها جزء من هوية وتاريخ الشعب المصري. شكرا. شكرا. اسمحوا لي يمكن هتكلم في الجزء الاولاني اللي هو الخاص بموضوع الصندوق. وزي ما قلنا احنا النهاردة احنا كنا حاطين لنفسنا مستهدفات بتوافق مع الصندوق. واعتقد اللقاء اللي عرضه الاسبوع الماضي معالي وزير البترول وورى حضراتكم الاعباء اللي موجودة النهاردة اللي الدولة متحملاها، وانا عايز اخد الرقم اللي هو قاله النهاردة تحديدا. النهاردة مع الزيادة اللي حصلت مؤخرا واللي أثارت النقاش، وزارة البترول والدولة المصرية متحملة شهريا ما زالت حتى بعد الزيادة دي 10 مليار جنيه شهريا، يعني 120 مليار جنيه في السنة. فبالتالي مطلوب من وزارة المالية إنها تدبر هذه الأرقام. فالنهاردة طبعا إحنا كنا بنتحرك على تقليل هذه الأرقام بأكبر قدر ممكن عشان ما نحملش المالية ما لا طاقة له بهذا الموضوع، في ضوء اننا اللي شرحته اكتر من مرة قعدنا سنين متحملين هذه الاعباء على امل ان الازمة العالمية انها يعني تنتهي، ولكن للأسف كان كل شوية بنخرج من ازمة بندخل في ازمة اخرى. طيب احنا كنا حاطين خطة مع الظروف اللي موجودة، وواضح تاني عدم الوضوح وعدم اليقين في الاوضاع اللي العالم كله بيعدي بيها، فبالتالي اللي احنا بنتكلم فيه من الوارد ان احنا نشوف ازاي نطول من امد الاجراءات علشان ما يبقاش الموضوع بياخد بصورة متسارعة، ولكن الكمان اللي معاها نبقى نربطها بالتضخم، ازاي ان اي اجراء بنعمله نعمل حسابنا معاه ان التضخم يقل. فدي كلها اللي انا عايز اكد عليه. بالنسبة لموضوع الحماية الاجتماعية، ودي هنبقى يعني بندرسها لاحقا كحكومة ايه اللي ممكن يتعمل في هذا الشأن. احنا لسه كنا واخدين اجراءات من فترة بسيطة جدا لزيادة مرتبات وعلاوات وزيادة معاشات، وكل الكلام ده كان معمول. وبالتالي اللي احنا بننظر اليه النهاردة من خلال سواء موضوع الدعم النقدي، سواء ايضا بعض الاجراءات الحماية الاجتماعية اللي احنا هنشوفها هندرسها في خلال الفترة القادمة، واول ما هيكون هناك تصور ليها ممكن ان احنا نيجي نتكلم عليها. انا حبيت بس ان انا ارد على هذه الجزئية تحديداً.